السلام عليكم جميعا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم عندنا مقطع جديد، عندنا موضوع جدا مهم. رح نحكي عن الاحتيال بالسويد، عمليات النصب بهذا البلد اللي عم بتزيد كل فتره وفتره. بنشوف انه دائما عند اي حدث جديد بفوتوا ناس بيستغلوا هذا الموضوع، بيتصلوا اكثر شيء بالختايره بالعمر الكبار بالسن، بيحاولوا يخدعوهم. شفنا هلا بفتره الكورونا كثير صار في عمليات نصب، بيتصلوا بالختيار بيهموه انه هن مثلا من الدوله او من البلديه او من المستشفى، وانه هن مثلا بده يساعدوه او بده يبعثوا له مثلا موظف يهتم فيه ويجيب له ادويته، وانه انت ما في داعي تطلع من البيت ونحن خايفين عليك، فبدنا منك بس انك تفوت تعرف عن نفسك بنظام مثلا التعريف الالكتروني اللي هو الموبيل بانك اي دي او باي طريقه ثانيه. فبهي الطريقه بسرقوا له مثلا رقم حسابه او كرت رقم البنك، رقم الكرت او باي شغله ثانيه. في كثير عندهم طبعا ما بيغلبوا يعني، فكل فتره وفتره بنلاقي هاي العمليات بتكتر. حتى مع اللاجئين شفنا انه صار في استغلال لموضوع اللاجئين، انه هن ضعاف باللغه السعوديه، فبفوتوا بيضحكوا عليهم، بيخلوهم يفوتوا بشغلات هن ما بدهم اياها او ما فاهمين شو هي. وخاصه انه احنا اللاجئين، هن اكتشفوا يعني انه احنا اللاجئين للاسف قسم كبير مننا مخدوع او بيفكر انه مجرد ما شخص سويدي يحكي معي يعني معناته هو اكيد بالامان، انه مش مستحيل ينصب علي، وهذا الشيء غلط جدا، لانه هو شعب مثل اي شعب بالعالم، فيهم في عندهم نصابين يعني. وهذا رح تسمعوا القصه اللي صارت مع صديقي، رح تستغربوا لانه هي ممكن تصير مع اي واحد فينا، متاكد انا يعني، فحبيت احذركم منها، وخاصه انه هاي القصه كشفت عن عيب موجود بالنظام السويدي مش موجود مثلا بالنرويج. هذا رح اخبركم هاي الشغلات، فانتبهوا كثير، عمليات النصب عم بتزيد بالسويد مع كل الناس. حتى احيانا الشرطه حذرت من الموضوع انه بيبعثوا لكم فواتير على البيت بيكون مكتوب فيها بخط صغير كثير انه هاي الفاتوره هي مجرد اربيو دندي، يعني هي عرض بس صغير كثير ما بتكون مبينه، او شخص حتى ما بيفهم باللغه فهي شكل فاتوره فبروح بيدفعها. والسبب انه معظمنا للاسف بنخاف من موضوع الفواتير، انه اذا ما دفعتها بتروح الجنسيه وبتروح على الكرونو فوق دين، مجرد خوف. هذا شيء ابدا مش مزبوط، انت لازم تطلع على كل فاتوره شو هي، وحقك تتاكد وتسال وتراجع. حتى فيك اذا في رقم تليفون فيك تتصل وتتاكد، او تطلب من شخص عنده خبره انه هو يفوت ويتاكد وهو يتصل لك فيهم عشان ما يتم النصب عليك. قبل ما احكيكم قصه صديقي بدي افرجيكم منتجين حبيتهم جدا، استعملتهم وجدا حبيتهم وارتحت لهم. المنتج الاول هو هذا بلسم مبرد، كتير حلو، هو للناس اللي عندها قشره. انا ما عندي قشره ولكن حبيت اجربه لانه مبرد، هو بلطف فروه الراس. الناس اللي عندها نشفان بفروه الراس ومثلا مثل بتكون في حكه او مثلا بيكون في الجلد مضايق او مهيج يعني، فحبيته كتير، جدا حلو هيك ببرد، وفيه هاي شفتوا طعمة النعناع اللي بتكون بالعلكة هاي هيك بتفرفح، نفس الشيء يعني. انا مثلا بكون جاي من الشغل مجرد ما افوت اتحمم واحط منه تحس راسك عم بيرقص من فوق يعني، جدا حلو، بتحسك شعور نعناع عم يطلع من الراس يعني. جربوه كتير كتير حلو، هو اسمه لوفن جريب، مشهورة هاي الماركة على فكرة، جدا حلو، جربوه. المنتج الثاني لليوم هو هذا، شركة سيرافي طبعا جدا مشهورة، سيرافي هو غسول للوجه، جربته صار لي تقريبا اسبوعين، حبيته كتير، بنظف عن جد وبشيل الدهون من الوجه وما بضايق ابدا، ما حسيته ابدا بضايق، وسهل يعني بتحطوه بسرعة وبيطلع من الوجه بسرعة، وفيه كتير مكونات مهمة، اهم من هو الهايلورونيك اسيد. هذا هو هيك شكله، هو بيجي اسمه فومينج كلينسر، جربوه ما راح تندموا، حلو جدا جدا جدا، وخاصة لهي المنطقة بنظف مزبوط يعني. فهدول اللي كانوا عنا. قصة صديقي اللي بخبركم إياها، هو من أريتريا من أفريقيا يعني، تم النصب عليها المرة بطريقة يعني مش متوقعة، أو إنه إحنا كلياتنا بتصير معنا يومية، اللي هو فات اشترى بعض الأمور يعني، فات اشترى شغلات، عمل عمليات مع شخص سويدي عنده على الفيسبوك وعلى سويش، يعني هو تعامل مع هذا الشخص هالمرة على الفيسبوك، فات شاف انه هذا شخص سويدي وعنده عيلة وعنده قريبين وحسابه قديم وهذا الشخص بحط صوره وكل شيء، فاطمن له جدا. وكمان لما بعت له الفلوس بعت له اياها سويش، وكل الناس اللي ساكنة بالسويد بتعرف انه السويش هو يعني انت لما تدفع سويش، يعني انت عم تدفع لانسان اسمه مبين، اسمه عند الدولة مبين، وانت عم تبعت لرقم حساب بنك، يعني هذا الشخص معروف شو حسابه بالبنك وشو اسمه ووين بيكون ساكن وكل شيء معروف عنه يعني، يعني سهل جدا توصل له اذا نصب عليك. مع هذا تم النصب عليه هذا الشخص بالاتفاق مع اخته لهذا الشخص يعني، يعني هو السويدي مع اخته نصبوا على صديقي، اخذوا الفلوس وما اعطوه الشيء اللي وعدوه فيه، ف
فهو طبعا بمساعدة شخص سويدي صديق له بلغ الشرطة، وراح معه هذا الشخص السويدي وفرج الشرطة كل شيء، فرجعهم الصور والحساب والمحادثة اللي صارت وكذا. يلي صار بعدين انه الشرطة حقت، وهو صارت في محكمة بيناتهم، وهو ربح المحكمة، يعني هذا صديقي ربح المحكمة، ولكن مع هذا ما حصل على فلوسه. وهذا الشيء اللي حبيت احذركم منه بالسويد، انه اول شغلة هلا حقول لكم ليش ما ربح، يعني اول شغلة مش معناته اذا شخص سويدي معناته ما حينصب عليك. اثنين، لازم تحاول تتأكد اكثر قبل ما تبعت اي فلس لاي شخص، او تحصل على المنتج قبل ما انك انت تعمل اي عملية تحويل ان امكن. ليش؟ لانه هذا الشخص طلع مدمن، وهو عنده كتير، يعني بعرفه من الشرطة انه هو عنده عمليات سرقات قبل، سارق على ناس وناصب على ناس وفايت على الحبس مرة ومرتين. وبتعرف الاسواق بتفوت على الحبس شهرين وبتطلع 4 شهور وبتطلع، فعادي جدا يعني. يلي صار انه بالسويد في عيب بالنظام، انه لما انت المحكمه تحكم لك ويطلع الشخص مدمن ومفلس، يعني هو صارف كل فلوسه على الادمان مثلا او على الكحول، فبتقول لك الدوله انه احنا ما فينا شيء نسوي لك اياه، خلص انت ربحت القضيه ولكن ما في فلوس. يلي صار انه هذا الشخص حبسوه شهرين، هذا الشخص السويدي، والفلوس باي باي راحت، فما استفدنا شيء. وهذا الشيء اللي انا حبيت اخبركم عنه، العيب اللي موجود بالسويد. مثلا بالنرويج، لو جينا حكينا على النرويج او دول ثانيه، بس النرويج اكثر شيء لانه هي جنبنا، ما عندهم هذا النظام ابدا. يعني لو فوت انت محكمه بينك وبين شخص وانت ربحت القضيه والمحكمه حكمت لك انه انت لازم الفلوس هاي ترجع لك او بيطلع لك مثلا تعويض، الدوله نفسها هي اللي بتعطيك الفلوس، بترجع لك فلوسك، وهي بتتصافى مع المتهم، بتحبسه، بتلاحقه لمده 10 سنوات لحتى يصير معه فلوس بتاخذهم منه، انت ما دخلك، انت كشخص تم النصب عليك، الدوله بترجع لك فلوسك بكل احترام وكل ادب. هذا الشيء للاسف مش موجود بالسويد. يعني ممكن حدا ينصب عليك، بما انه ما معه يدفع ممكن يحبسوه، بس انت الدولة بتقول لك احنا ما دخلنا فيك، راحت فلوسك باي باي. فهذا اللي حبيت احذركم منه، انتبهوا جدا من اي عملية بتسووها، ان كان على التليفون او غير التليفون، وهلا خاصة على موضوع الفيسبوك والسويش. حتى لو انت الشخص معك معلومات ومعك صورته واسمه وعنوانه وكل شيء عنه، ممكن انك انت ما تقدر تحصل على فلوسك، لانه النظام بالسويد للاسف فيه عيب يعني بشع جدا. بتمنى يجي يوم والناس يعني تقوم على الدولة او تغير، تطلب التغيير، لانه هذا الشيء ابدا مش حلو. انا شو دخلني؟ انا الدولة هي مسؤولة عني، مثل ما الدولة احنا بندفع لها ضريبة لازم هي ترجع لي هاي الاموال. فبتمنى يجي يوم يصير هذا الموضوع، ومثل ما قلت ديروا بالكم حالكم واوعكم تفوتوا يعني ينصب عليكم وما تامنوا. يعني مش معناته والله واحد سويدي معناته انا بالسليم، وللاسف عندنا هاي الفكره نحن، اذا والله عربي او لاجئ او كذا انه انا بخاف، واذا سويدي معناته يلا بفتح له كل شيء وبعطيه فلوسي. لا، غلطانين جدا، لانه فيهم المدمنين وفيهم المرضى النفسيين وفيهم النصابين وفيهم كل شيء، شعب مثل اي شعب بالعالم. هذا حبيت اقوله اليوم، ديروا بالكم على حالكم وبحبكم كثير مثل العاده، بشوفكم ان شاء الله بالمقطع الجاي. السلام عليكم، وكان معكم خالد.